المرور دائما ما يعني بيكون له مساحة كبيرة في متابعتنا الإخبارية نظرا للحركة المرورية المرتبكة في معظم الشوارع داخل القاهرة. مع بداية العام الدراسي الجديد تحديدا الأمور أصبحت سيئة. النهاردة كان الوضع يوصف بشلل مروري في أماكن كثيرة، ولكن أحيانا ما بيبقاش فيه سبب وأحيانا أخرى بنلاقي سبب، فيعني بيبقى في نوع من الطمأنينة عند الناس. لكن لما ما بيكونش فيه سبب خالص ولا حادثة ولا أي عربية عطلانة إلى آخره، ومع كده في تكدس وازدحام، بيتذمر المواطنين من المشهد المروري في القاهرة. النهاردة الدائري كان عليه حادثة كبيرة راح ضحيتها سيدة، وتم نقل باقي المصابين لمستشفى البنك الأهلي، والنيابة بدأت التحقيق في الحادث. الحادث نتيجة تصادم بين 6 عربيات ملاكي وعربية نقل كانت محملة بمواد بناء. طبعا الدائري لما أي حاجة بتحصل عليه الشوارع كلها بتزدحم، كل العربيات بتحاول إنها تاخد أي تحويلات مرورية أخرى، وبالتالي المشهد بيبقى غريب في شوارع القاهرة. خلينا نسمع الموقف بدقة أكثر مع العقيد أيمن الضبع المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير والأخوة المستمعين جميعا، أهلا بيك. سيادة العقيد، إيه اللي حصل النهاردة بالظبط على الدائري، وأثر قد إيه على المشهد في شوارع مصر اللي يعني هي مزدحمة أصلا بقالها فترة؟ لا طبعا كان الموقف سيء وأثر بشكل كبير جدا على قطاع الشرق وعلى الطريق الدائري وعلى مداخل ومخارج مناطق مدينه مصر. هو اللي حدث ان في قبل يعني عند منطقه تقريبا عند نادي الصيد في كسر لماسوره مياه رئيسيه، تسربت المياه بشكل كبير. يمكن هذه المنطقه بتتكرر فيها كسر ماسوره ومسير مياه في المنطقه دي وكل اسبوع تقريبا، وانا يعني بناشد الهيئه العامه للمياه والصرف الصحي معالجه الموضوع موضوع جذري، لان كل اسبوع بيتم العلاج ونفاجئ مره اخرى بحدوث، لابد من ايجاد حل لشبكه المياه في هذه المنطقه. بعدها بحوالي 1.5 كيلو في نفس الاتجاه اللي هو قادم من مناطق التجمع في اتجاه مناطق الاوتوستراد، حادث اصطدامي نتج عنه انقلاب سياره نقل وانقلاب سياره خاصه واشتعال النيران فيها واصطدام عدد من السيارات متتالي مع الحادث. للاسف كان عندنا سيده متوفاه وكان عندنا عدد من المصابين تم نقلهم، والحموله بتاعت السياره النقل بالكامل اللي هي سن، وكانت حموله كبيره من السن، انقلبت على الطريق. للاسف العربيه اللي انقلبت واشتعلت فيها النيران انبعجت على الركاب اللي كان فيها، فده خد وقت عشان نستدعي الحمايه المدنيه ويقوم بتقطيع جزء من السياره عشان نقدر نطلع المصاب والجثمان اللي كان في السياره. ده استغرق طبعا وقت كبير وكانت وقت حساس ودقيق جدا. خلص التعليق طبعا لاسره المتوفاه والمصابين، نامل لهم سرعه الشفاء. خد وقت طبعا لرفعه، وحولنا المسار القادم من الطريق الدائري من مناطق التجمع في اتجاه نفق العطامية اتجاه مناطق مدينه نصر ومحور الشهيد. الحمد لله تم الانتهاء منه ورفع الجثمان والمصابين، وتم رفع السياره بس بعد مجهود كبير وخد وقت في الواقع كبير، وتم الانتهاء منه بعد معاناه شديده مننا ومن الاخوه المواطنين جميعا في هذه الظروف. طيب يعني دلوقتي الطريق الدائري رجع تقريبا لحالته الطبيعيه في المنطقه دي، والماسوره اللي كانت مكسوره الحمد لله تم غلقها وتم شط المياه المتسربه. بما ان حضرتك اشرت الى ان المنطقه دي دائما ما بتشهد كسر لماسوره المياه، وبالتالي طبعا بتسبب خلل كبير في حركه المرور على الدائري، اخر مره كانت امتى؟ اقل من اسبوعين كده، هي متكررة يعني خلال الشهر مرتين ثلاثة بيحدث هذا. أنا ما عنديش إحصائية طبعا، لكن من المشاهد المتكررة عندنا، ولما حاجة متكررة يعني احنا بيبقى ما بيتمش علاجها مظبوط، لازم يبقى في علاج مظبوط، علاج نهائي جذري. يعني عندنا برضو أكثر من مشكلة، مش بس دي، عندنا مشاكل كثيرة باللي هي متكررة، يتم الإصلاح ويحدث مشكلة، يتم الإصلاح ويحدث. يعني كان من ضمنها النفق القادم من الطريق الزراعي الدائري في اتجاه الزراعي، كل اسبوعين يتم علاجه ثم يحدث فيه مره اخرى هبوط وتاكل للطبقه السطحيه. الطواف المعدنيه اللي على كوبري 15 مايو يتم علاجها واسبوع وتعود لحالتها مره اخرى. ف
فاحنا واضح ان في مشكله في موضوع علاج وصيانه الطرق او مسكنات يعني أو كلها مسكنات. عشان كده انا بطالب لابد انا يعني ان يتم وضع ماده في الدستور ان الدوله مسؤوله عن حمايه وتامين وامان مستخدمي الطرق، وينشا مجلس قومي للسلامه والمرور على الطرق، ويكون يصدر بقرار رئيس الجمهوريه، ويبقى في كل الجهات المختصه عشان شيوع المسؤوليه بين الجهات ده مشكله كبيره جدا. هذا المجلس يكون ليه اختصاصات ويكون ليه مسؤوليه محدده ويمثل من كل الجهات وله حق الرقابه وسلطه الرقابه على الاجهزه المختصه في تنفيذ المخططات. وكل الدول العالم المحترمه فيها مثل هذا، الولايات المتحده فيها مجلس برئاسه اوباما او رئيس الجمهوريه عموما، فرنسا رئيس الوزراء، كل دول العالم فيها اجهزه. لان طبعا مشكله المرور دي مشكله مترابطه ومتداخله الاختصاصات، لازم جهاز وهيئه تراقب كل هذه التصرفات ويكون ليها قرارات ملزمه لكل الجهاز. اول مره اسمع من حضرتك سياده العقيد المتطلبات دي والمناشدات لكافه الجهات المسؤوله لضروره التنسيق معاكم. واضح ان النهارده كان في معاناه كبيره يعني على الدائري. والله يعني المعاناه عندنا ما كانش هنا بس، عندنا معاناه هنا وعندنا معاناه في اكتر من مكان على الدائري، وعندنا المحور 26 يوليو كل يوم، عندنا مش احنا اللي بنعاني بس المواطن طبعا اول واحد جاي من المحور كل يوم ده بيعاني معاناه شديده جدا، بتصل الكثافات لعده كيلومترات، محور تصميمه اربع حارات ونازل اربع تعطيل مصالح كمان الدائري، ويخشوا يختزلوا الثلاث حارات، يعني في ده عيب تصميمي، مش مشكله شرطيه ولا مرور، ده عايز حق تصميم، عايز تخطيط. وانا وناشد استاذ محافظ الجيزه واستاذ رئيس هيئه طرق كباري، لابد من ايجاد حل لمشكله المحور، يعني مشكله وكل يوم بتزيد. طبعا خلينا نظمر في المسكنات، وكل يوم احنا في المواجهه، الشرطه في المواجهه، المرور في المواجهه، ونلقي المشكله كلها على المرور، مش يعني لازم يبقى عندنا يعني جهات اخرى لابد تتحرك معانا بشكل تناغمي يعني. طيب سمعنا طبعا عن انه في مجموعات بتحاول انها تعطل حركة المرور، بتحاول انها توقف عربياتها حتى لو كانت العربيات بتمشي وما فيهاش مشاكل، يعني محاولات لإشغال الدولة كالعادة ولكن عن طريق المرور، وفي نفس الوقت سمعنا انه تم القبض على بعضهم. والله دي محاولات بائسة ويائسة وسنتصدى ليها بمنتهى الحجم. وزاره الداخليه اعلنت احنا رصدنا مثل هذه المحاولات بعض السيارات في بعض المحاور الحاكمه زي اكتوبر، زي محور صلاح سالم، زي العروبه، زي النصر، وعدد وسيارتين يمشوا متجولتين وبسرعه منخفضه بنصدهم من الكاميرات وخدمات السياره وعرضنا وتم التوجيه بضبطهم وعمل المحاضر اللازمه والعرض على النيابه المختصه. يمكن اول امس ضبطنا عدد من السيارات وبنعرضهم على النيابه، وانا بحذر من هذا الفعل. وفي مراقبه كامله لكل الطرق دلوقتي من خلال يا اما كاميرات المراقبه وغرف العمليات، يا اما من خلال خدمات المسيره، واي فعل من شانه تعطيل حركه المرور للناس سيتم اتخاذ يعني اتقبض عليهم يعني وهم داخل سياراتهم والسيارات سليمه وما فيهاش مشاكل وكانوا معطلينها وموقفين الطريق من غير اي سبب؟ لا، الاتجاه الثاني اللي هو السير ببطء، الاتجاه الثاني مثلا على كوبري اكتوبر بسرعه منخفضه جدا وجنب بعض، ولا يسمحوا بسير السيارات وراهم او تتجاوزهم، فبيعملوا رده شديده جدا تظهر عندنا على الكاميرات، وفورا بيتم التوجيه بضبطهم في اي مخرج يتم، واحنا ضبطنا عدد من السيارات وعرضناهم على النيابه وتم ضبط مالي. ايه العقوبات اللي بتتخذ ضدهم يا سياده العقيد؟ العقوبه المروريه هي تحت رخصه القياده وغرامه، لكن في عقوبه احنا بنحرر محضر وبنعرضه على النيابه المختصه لاتخاذ شؤونها في تعمد تعطيل للمواطن، دي حاجه دي طب سحب الرخصة كافية في مشهد مروري مرتبك زي ما حضرتك بدأت كلامك وقلت انه لازم الدولة كلها تتعاون معانا لان الامور تفاقمت بالنسبة لموضوع المرور في مصر، يعني ما فيش عقوبات اكبر؟ دي شق مروري اللي هو اللي احنا بنطبق قانون المرور ولا نستطيع ان نتجاوزه، لكن في شق اخر احنا بنحرر محضر في القسم المختص وبيتم عرض لقائد السيارة صحبة المحضر على النيابة اللي بتطبق عليه قانون الجناية، يعني قانون العقوبات. طيب الساعة 3 دائما يعني ما بتكون ساعة الذروة، والنهاردة كانت الأمور يعني بتسير في مسارات غير عادية من الساعات الأولى لهذا الصباح زي ما حضرتك ذكرت الأسباب، يعني الاستعداد لساعة الذروة النهاردة إزاي؟
احنا عندنا توزيع للخدمات بشكل كبير جدا امام، طبعا جزء منه خاص بالمدارس لكن دي بينتهي قبل ثلاثه يعني، لكن في توزيع كامل خدمات على مناطق المدارس، مناطق اللي اكتشف كثافات، عندنا لوناش مستعده وعندنا مراقبه للكاميرات، ونامل طبعا من اخواتنا المواطنين يساعدونا. مشكله المرور كلنا بنتاذى منها، انا عايز اقول لكل واحد بس بيعمل اي حاجه هيعمل على الطريق. ايه؟ نعم المواطن هيعمل ايه؟ يعني ايه المطلوب منه لو الطريق تعطل؟ والله انا هقول له كلمه واحده بس، ابدا بنفسك. يعني ما هو اللي بيعطل المرور، اللي بيعطل جزء من المرور، ما هو المواطن بيقف غلط، بيقف قدام مدرسه ابنه غلط، بيقف بتقاطعه غلط، فلو كل واحد يبدا يشوف الفعل اللي هيعمله ده هياثر على الاخرين او هو نفسه قد يتضرر منه يبدا يبعد عنه، ده جزء لازم نتبناه بالاضافه لتفعيل القانون بقى. احنا بنحاول على قد ما نقدر نتم عمل مخالفات وضبط سيارات، لكن في المقابل لازم جزء من التوعيه، انتوا عليكم دور لازم نبدا نوعي هذا الجانب تماما، والمواطن يتعاون معانا ونبقى منظومه متناغمه كده كلنا. طيب انا بشكر حضرتك العقيد ايمن الضبع المتحدث باسم الاداره العامه للمرور، باكد مره ثانيه انه الازدحام والتكدس المروري اللي حصل النهارده الصبح نتيجه حادث على الطريق الدائري ونتيجه كسر لماسوره مياه، والحادث الخاص بكسر ماسوره المياه ليس الاول من نوعه، الحادث متكرر بشكل كبير، واضح انه اصلاح الماسوره بيبقى مجرد تسكين للموقف وليس علاج تام الموقف، وبالتالي بيتكرر وبيتكرر معاه الشلل المروري اللي بتشهده شوارع القاهرة نتيجة توقف الحركة المرورية على الطريق الدائري. العقيد أيمن الضبع كان بيناشد كافة الجهات المسؤولة ضرورة التعاون مع الهيئة العامة للإدارة العامة للمرور، لأنه في تقصير واضح في التعامل، وبالتالي الإدارة العامة للمرور بتكون في الواجهة والأمور ليست بالكامل هي وحدها المكلفة بها. بيناشد أيضا لجنة الخمسين ضرورة وضع مادة في الدستور خاصة بتأمين الطرق وتأمين المواطن على الطريق، وضرورة وجود مجلس قومي للطرق، ده أهم ما جاء على لسان العقيد أيمن الضبع اللي حاول يوفر لنا أسباب للشلل المروري اللي شهدته شوارع القاهرة النهاردة. و الحقيقة هي الشوارع مزدحمة من فترة طويلة وزادت مع بداية العام الدراسي الجديد. وجه أيضا كلمة للمواطن أن يبدأ بنفسه وأنه يحاول يتبع تعليمات المرور حتى لو كان في ازدحام، لأنه أي خروج عن القواعد بيؤثر على الجميع وبيؤثر على المشهد بالكامل.